مرحبا أدم. هذا الجهاز الملون الجميل هو Honor 3 الجديد. بالنظرة الأولى للجهاز، الجهاز أكبر حجم من معظم أجهزة هواوي، على فكرة أكبر حتى من P20 Pro. بس اللي عجبني أكثر أنه الطرف السفلي للشاشة أصغر حجما من P20 Pro، خصوصا أن ما فيه البصمة. البصمة نقلوها بخلف الجهاز، وأكيد أنك شايف النوتش اللي موجودة هنا، ونعم تقدر تخفيها من خلال النظام مثل بقية أجهزتهم. الألوان هذه السنة في هواوي صايرة إبداع بكل اختصار. صار من يوم تشوف أي جهاز بهذه الألوان الممزوجة بهذه الفكرة، على طول تقدر تعرف أنها هواوي. مسكة الجوال مريحة جدا، الفضل للأطراف الخلفية المنحنية، وكذلك تصميم أطراف الجوال نفسها جدا مريح. هواوي تقول أنه هذا الجهاز فيه تقنية Face ID، إذا ما تعرفها فهي نفس التقنية اللي موجودة في آيفون 10، يعني المفروض أنه هذه التقنية تعتمد على الليزر عشان تقدر تفتح الجهاز عن طريق وجهك. وحتى طريقة إعداد الكاميرا مسوينها بنفس تصميم آيفون، ربما السبب عشان يقولون نعم هذه نفسها التقنية بهذا الجهاز، وهذه تعطي أمان أكبر. من تجربتي ولقيتها تفتح في جميع حالات الإضاءة، سواء إضاءة ممتازة أو حتى بالظلام تفتح، وبحال كانت عيونك مقفلة فإنك راح تلاحظ الجهاز ما يفتح لحد ما تفتح عيونك. جربتها مرات كثيرة وكانت ناجحة في كل مرة. الجهاز فيه كاميرتين أمامية، واحدة منهم 24 ميجا بكسل والثانية 2 ميجا بكسل، وفيها كل المميزات اللي تتوقعها مثل 3D كيوموجي، إن كانوا ينطقونها بهذه الطريقة. فكرتها أنها هي شبيهة بالأنيموجي، تعتمد على حركات وجهك عشان تحرك بعض الأشكال اللي موجودة في النظام نفسه، وتقدر أنك تحفظها وترسلها إلى أصدقائك. كذلك فيها فلاتر تشابه بفكرتها الموجودة في سناب شات، بالتالي تقدر تصور أيضا وترسل لأصدقائك بأي تطبيق. وفيها خاصية عزل الخلفية، هذا صار شيء بديهي وأساسي في جوالات هواوي بالكاميرا الأمامية. وكذلك فيها إمكانية التحكم بمصدر الضوء بالكاميرا الأمامية وكذلك الخلفية أيضا. لما نتكلم عن الكاميرات الخلفية فهي أيضا كاميرتين، لاحظت أنه فيها تقريبا كل الأوضاع اللي موجودة في جهازهم الرائد اللي هو P20 Pro، باستثناء وضع وحيد وهو التصوير البطيء جدا. الكاميرا أدائها يعتبر أشوفها جيد جدا على الجهاز بهذا السعر، خصوصا أن فيها الذكاء الاصطناعي خاص بهواوي اللي يتحكم بالألوان عشان يطلع لك ألوان أفضل. لكنهم سووا شيء جديد هنا، عجبني أنهم غيروا مكان زر الذكاء الاصطناعي، ما عاد صار تحتاج أنك تروح لإعدادات الكاميرا عشان تشغله وتقفله، صار من واجهة الكاميرا نفسها في زر بسيط تقدر من خلاله تشغله أو تقفله. والشيء الإضافي الأفضل أنه لما تصور أي صورة تقدر أنك تفعله أو تقفله وتشوف الفرق بين الصورتين. طبعا فعليا هذه الكاميرتين تقدر تتعرف على العديد من الحيوانات والأشياء قدامها، عشان كل واحد منهم تسوي له وضع وألوان خاصة فيه. لما نتكلم عن تصوير الفيديو، هذا الجهاز الوضع الأساسي للفيديو فيه هو 1080، وكذلك يقدر يصور بدقة 4K، لكن للأسف ما في مثبت بصري، بل المثبت اللي فيه هو إلكتروني، والتجربة اللي قدامكم توضح لكم مدى الثبات أو حتى الاهتزازات بالجهاز، عشان كذا أحتاج رأيك في التعليقات. بالنسبة للجهاز حسيت بالفعل أداءه سريع، أسرع من نوفا 3E هذا أكيد. ليه؟ لأنه الجهاز في أقوى معالجاتهم في كيرين 970. للأسف الرام اللي موجود فيه هنا 4 جيجا بايت رام، كنت أتمنى أنه 6 على الأقل. لكن عموما المميزات الكثيرة جدا بواجهة هواوي كلها موجودة هنا، مثل إغلاق التطبيقات ببصمة وجهك، أو حتى تكرار التطبيقات عشان تدخل بأكثر من عضوية مثل واتساب وسناب شات وغيرها من الحركات اللي سبق شرحتها بفيديو سابق خاص بـ P20 Pro. بالنسبة للسماعات فهي واحدة بالأسفل، صوتها يعتبر عالي لكنها وحيدة للأسف. كذلك فإن الجهاز يدعم شريحتين بحال يهمك، ونعم في مدخل للسماعات. وطبعا من أكبر وأهم مميزات الجهاز اللي فضلت أخليها لكم للأخير هو السعر بكل بساطة. بالرغم من مواصفاته اللي تعتبر معالجة اللي يعتبر الأفضل بالنسبة لهم، سعره هو 1800 ريال فقط. لا وبعد إذا حجزت حجز مسبق في عندك هدايا بقيمة حوالي 200 ريال، بلا شك هذا يعتبر سعر متميز. طبعا بتقول هذه كلها اشياء رهيبه، وش يفرق عن P20 Pro؟ راح اخذ هذا الجهاز احسن من P20 Pro. فعليا دائما اي جهاز يجي بسعر منخفض لابد انه الشركه تضحي ببعض الاشياء عشان تقدم لك هذا السعر اللي انت تعتبره مميز. مثلا هنا اولا الكاميرتين ما فيها تقنيه لايكا، بالتالي لا تتوقع انه مستوى التصوير راح يكون نفسه في جوالهم الرائد. الشيء الثاني، هذه البطاريه هذا الجهاز تدعم الشحن السريع، نعم، لكن ليست أسرع تقنية موجودة عند هواوي اليوم.
بالإضافة إلى ذلك تذكروا أنه هذا الجهاز غير مضاد للماء والغبار، لهذا نعم في شغلات ضحوا فيها عشان يقدموا لك هذا السعر المميز. بالنهاية تشوف الجهاز يستاهل ولا لا، أحتاج رأيك أيضا في التعليقات. لا تنسى تعطي لايك على الفيديو، شاركه مع أصدقائك ممكن يفيده. شوفك فيديو قادم، مع السلامة.